امبارح كنا في المسابقة نتنافس مع فريق الثيران، كان طولهم يبلغ متران، انهم شباب كبار. اجل لكن هزمناهم. تهانينا اولاد. اذا اين هو كأسكم؟ كأسنا في غرفة خزانتنا على الرف، انه ذهبي، اخبرتك ان تحضرهم كي نريهم. حسنا شباب لا تقلقوا، ارينا الكأس غدا. مسابقة كنا سنأتي ونشجعكم، نحن دائما نشجعكم. أم أنكم لم تكونوا مستعدين للمسابقة؟ بصراحة أردنا أن ندعوكم لكننا نسينا. فتية حسنا لم نكن متأكدين من فوزنا، الفريق كان صعبا، لم نريد إحراج أنفسنا. التحدث عن كرة السلة جيدا طبعا، لكن على أن يطلب أحد شيئا لأنني سأغلق المقهى بعد 5 دقائق. كاكاو أنجيجي. أنا شبعان لا أريد أي شيء. بالمناسبة أين دانا؟ لما ليست هنا؟ سأحضرها الآن باني. بصراحة لم أرى دانا طوال اليوم. ألم تأتي للأكاديمية اليوم؟ دانا لديها شيء مهم لتهتم به اليوم، انظروا ها هي. مرحبا شباب، جيجي خذي هذا لك. شكرا دانا، لا بس هذا لكم. أوه شكرا دانا. أريد هذه. أيام أنا أبيع الحلويات، والمال الذي سأجمعه سيذهب إلى صندوق مساعدة الحيوانات المتشردة. أجل صحيح شباب، عليكم أن تضعوا المال في العلبة التي توجد في مكتب الاستقبال. وماذا إن لم تعجبني الحلوى؟ زكاة خذي الحلوى وضع بعض المال. دانا هل علينا أن نشتري الحلويات؟ تماما جيجي، كل حلوى ستساعد الحيوانات، اصنعي لك كاكاو. حسنا دانا، لكن الكاكاو ليس مجانيا أيضا. جيجي لا مشكلة. فتيات تخيلوا بعت 106 حلوى اليوم. واو. دانا كم تساوي الحلوى الواحدة؟ 10 دولار، وإن أراد أحد أن يعطي المزيد يمكنه ذلك. طبعا هذا هو بقشيشي لليوم. دانا يمكنك أن تأخذي طلبك بنفسك. هل جيجي غضبت؟ لا، جيجي خسرت 10 دولار للتو. ستتخطى هذا قبل كل شيء، هذا للحيوانات المتشردة. لا أمانع التبرع بألف حتى. إذن فتيات لقد خرجنا عن الموضوع، أتعلمون الرمية التي قمت بها اليوم؟ توماس اصمت لا تخبرهم. لكن أريد أن أقول، أنا سأتحدث. عندما كان توماس يقوم برمية مزق السلة. ماذا؟ أجل شباب، هذه تبدو كحكاية خيالية. أشد صعوبة في تصديق هذا، توماس ليس عملاقا كي يمزق السلة. أجل يصعب تصديق هذا. حقا فتيات، أقسم. أجل هذا صحيح، الثيران رأوا ذلك وتراجعوا، سحقناهم تماما. المقهى سيغلق شباب. جيجي لن نحصل على الكاكاو بعد. جيجي المقهى مفتوح حتى آخر زبون اليوم، ونحن نريد العصير والدونات. طبعا بيك شباب، أتمنى أن تفهموني وألا أعود لهذا الموضوع أبدا. معلم مايك، لقد انتهت الحصة ونحن ننصت لك منذ ساعة. نحن جائعات. كانت لدينا خطط لقضاء المساء مع الأصدقاء. أجل، ونحن علينا أن نساعد ديانا. أجل لدينا أشياء مهمة لنفعلها في أكاديمية باني. معلم مايك، تذكر البولدوغ سنلعبه مجددا، انتهى العبث. انظروا من يتحدث. إذن أمل أنكم فهمتم الرسالة. معلم مايك يجب أن أخبرك بشيء. ستيلا 5 دقائق فقط. إنه أمر مستعجل. حقا؟ أجل وصلت رسالة لبريد الأكاديمية. سنشارك. أيمكنني أن أسأل سؤالا؟ أصمتي وإلا سنبقى هنا لساعات أخرى. لا أريد أن أسأل، أين سنشارك؟ نحن أيضا نتساءل. شباب إنها مسابقة المواهب، استعدوا. أية مواهب؟ تعالى، هل الجميع سيشارك أم فقط باني؟ أين ستنظم المسابقة؟ شباب ستنظم مسابقة المواهب في الأكاديمية، ستكون هذا السبت. مسابقة المواهب؟ يا إلهي هذا ما كان ينقصنا. مودي ما هي موهبتك؟ البكاء. إذن اليوم سنختار 3 أشخاص ليمثلوا أكاديميتنا في المسابقة. حسنا شباب انتهى الوقت، انتظروا الإعلان في المجموعة. 3 أشخاص، المسابقة لنا. يجب أن نريهم ما يمكن للبولدوكس أن يفعلوا. أجل إن فزنا الأكاديمية ستفخر بنا. لدي موهبة على الجميع أن يراها. جميع البولدوكس موهوبين. أشلي لست أنت فقط، الجميع سيشارك. فتيات سمعتم تلك القصة البطولية؟ كيف فازوا في المسابقة البارحة؟ لا أصدق أن توماس يستطيع أن يمزق سلة كرة السلة. لم يقوموا بدعوتنا إلى تلك المسابقة حتى. فتيات لنأخذ بدلاتنا، يجب أن نغسلها اليوم، وأيضا لدينا الكثير لنفعله. هيا بنا. ديانا هل أخذ بدلة دانا؟ أجل لاس يأخذي بدلة دانا. اليوم علينا التحقق من عدد الطلبات التي أعدوها البولدوكس للشحن. أوه فتيات، إذن إنه تدريب المساء.
لا، لقد قررنا أن نأخذ بدلاتنا للغسيل. هل بدلتك جيدة؟ لدينا مسابقة هذا الأسبوع ويجب أن نبدو مثاليين. بدلتي رائعة، أنا أهتم بها جيدا. بالمناسبة فتيات، هل شاهدتم مباراة كرة السلة؟ لقد شاهدتها حسنا، كانت رائعة. الحق فازوا. فازوا، لقد سيطروا تماما على أولئك الثيران. فتيات، يجب أن أخبركم بشيء، إنه عاجل. معلم مايك، ربما غدا. معلم مايك، شاهدت مباراة كرة السلة؟ أجل كانوا رائعين. عرض المواهب. أي عرض المواهب؟ هذا شيء جديد، هذا مثل النادي؟ معلم مايك، ماذا؟ إنه برنامج مواهب يضم الأكاديمية. علينا أن نشارك، علينا أن نختار الأفضل. أجل، حان وقتي. اسمعي اللحظة، يجب أن نقوم باختبارات الأداء لتحديد من سيمثل أكاديميتنا. الجائزة 100,000 دولار. سأشارك. أخبرنا بالتفاصيل معلم مايك. سيقام يوم السبت، إذا نحن بحاجة ماسة لإجراء اختبارات الأداء. فتيات، 100,000 دولار، خطتنا ستتغير. ماذا، هل نلغي مسابقتنا؟ لا، اليوم ستكون لدينا تجربة أداء، وثم سنحدد جدولنا لنشرت هدف المجموعة. هل الجميع سيشارك؟ الجميع سيشارك سمايل. حسنا ديانا، انشري هدف المجموعة، يجب أن نفوز بالمركز الأول. 100,000 دولار، أريد أن أكون الأول أيضا. الأكاديمية ستفوز سمايل، والجائزة ستذهب عند الأكاديمية سمايل. حسنا، نشرت هدف المجموعة. شباب، يجب أن نستعد. أنا أيضا سأشارك، يجب أن نفوز. الحلويات دعنا. مساعدة الحيوانات رائعة القطط. الحلويات اللذيذة رائعة أيضا. لقد جئت بفكرة رائعة، بيع الحلويات ومساعدة الحيوانات. دانا، هل بعت الكثير من الحلويات؟ 130 حلوى اليوم، تجد أكثر من 1,000 دولار في العلبة. أوه. سنشتري المزيد من الحلويات غدا. فتيات، لدينا وقت ضيق، تتذكرون ماذا لدينا اليوم؟ دانا، ماذا تبيعين هناك؟ ألا تريدين مشاركة الحلوى؟ لا أستطيع، لكن يمكنكم أن تشتروها. جميع مال الحلويات يذهب لمساعدة الحيوانات. دانا، ماذا تفعلين في مكتب الاستقبال؟ تبيع الحلويات. والمال يذهب لمساعدة الحيوانات. دانا، أنت عارفين بخصوص عرض المواهب؟ اليوم سنختار أكثر الطلاب موهبة. لم أكن أعرف، هل الجميع سيشارك؟ الجميع سيشارك، بالمناسبة يمكنك أن تشتركي أيضا. والجائزة؟ 100,000. 100,000. أجل فتيات، لم أخبركم في الفصل أن جائزة 100,000. أكاديميتنا ستفوز في المسابقة. نحن مستعدات، علينا أن نفوز حقا. لتفوزوا يجب أن تبذلوا جهدكم، يجب أن تستعدوا لتجارب الأداء، لأن الأكثر موهبة من سيمثلون الأكاديمية. ستيلا، أعيد العلبة مكانها، مال الحلويات هناك. أسفة دانا، سأشتري أيضا حلوى منك. خذي. شباب، ماذا يوجد يوم السبت؟ عرض المواهب والجائزة 100,000 دولار. أكاديميتنا يجب أن تفوز. شباب، حقا 100,000. حسنا، لست مهتما، سنفكر في هذا. نحن لاعبو السلة، أي موهبة لدينا لنعرضها؟ يمكننا أن نلعب كرة السلة. حسنا، لا يريدون المشاركة، دعوني أشارك. لا اسمع، سنرتب تجارب الأداء في الأكاديمية وسنختار الأكثر موهبة، لأن الأكثر موهبة هم من يستطيعون الفوز في المسابقة في الأكاديمية. شباب، 100,000، 100,000، هذا فظيع. فتيات، قمت ببيع جميع الحلويات، سأشارك في المسابقة أيضا. دانا، دعوا دانا تشارك. أجل، دعوا دانا تشارك، إنها جيدة في كل شيء، تبيع الحلويات، ستفوز في المسابقة. شباب، عليكم أن تستعدوا أيضا. دانا، يجب أن نفوز في المسابقة. 100,000 دولار، سنساعد الحيوانات المتشردة. سنساعد الحيوانات المتشردة وأيضا أكاديميتنا يجب أن تفوز. إذا شباب، استعدوا. لنستعد. أنا مستعد. حسنا فتيات، بقيت نصف ساعة لتجارب الأداء، ماذا ستعرضون؟ أنا لا أعلم، مودي أية فكرة. أيمكننا أن نغني؟ بأصواتنا ستحدث كارثة. بقي خيار واحد، الرقص. يجب أن نرقص بشكل رائع. فتيات، يجب أن نتدرب، يمكننا أن نقوم بعرض رائع. هل سمعتم؟ لاعبات كرة السلة سيقومون بالرقص. حسناً، هذا يعني أنه علينا فعل شيء آخر. أجل، سنغني ونرقص، سنتفوق على تلك الفتيات. إذن فتيات، هيا لنستعد. مجدداً، هيا مجدداً. لارن، هل تعانين من مشكلة؟ نحن ليست لدينا. فتيات، أنا فشلت مرتين وأنت فشلت 20 مرة. جيجي، نريد كاكاو. شباب، المقهى مغلق، يجب أن أستعد لعرض المواهب. ماذا تقصدين بمغلق؟ هذا مبكر. لقد قلت أن المقهى مغلق. جيجي، أين كنت
طوال اليوم. سأشرح لك لاحقا، يجب أن أذهب. بصراحة لدينا عرض مواهب. عرض مواهب؟ بيجا لم تقرأ الرسالة في المجموعة؟ نادونا بالفاشلين حتى. أجل هذا مكتوب هناك. نحن سنتدرب وسنفوز. أوكي. اسمعوا، أنا وبيك سنفوز. سنرى. بعد عرضنا الفوز سيكون لنا. لا أحد يعرف المفاجأة التي يحضرها البولدوكس. إنهم يقللون من شأننا لكننا سنريهم. الجميع سيهتفوا لنا بشكل حار. سنرى شباب، بيجا اليوم هو يومنا. لكن يجب أن أذهب. بيج عرض المواهب. شباب، من الجيد أن الجميع يشارك. شباب، يجب أن نأخذ هذه المسابقة على محمل الجد. نحتاج لهذا الفوز حقا. الآن الجميع سيري موهبته، والأفضل سيمثل الأكاديمية. نحن مستعدات أيضا. لاعبات السلة، فرصتكم منعدمة. لن تفوزوا، هذه حقيقة. ثقة القطة في أنفسهم فاقت الحدود. إنهم لا يعلمون ما الذي حضرناه. شباب، أنا متوتر. لن تقلق، سنقدم شيئاً. الوقت يمر، يجب أن نبدأ. ولاعب السلة أول من سيرون مواهبهم. لاعب السلة هي. حسناً شباب، ابتعدوا. بالتوفيق شباب، أنا لدي مفاجأة مميزة لهذه المسابقة. واحد، اثنان، ثلاثة. حسنا لاعب السلة استبعدوا. حسنا، التالي سمايل، تاليسمان. إذا ما رأيك؟ أحسنت، كان هذا رائعا. سمايل رائع. والآن شباب، تيمور. أحتاج طاولة ولشخص من الجمهور. أنا، هاي الطاولة. هذه بطاقات الخدع، الجميع مستعد؟ أجل. إذا جيجي، اختاري. لا تريها لي. الآن سأقسم البطاقات إلى مجموعتين. يجب أن تضعي بطاقتك إما على أو أسفل إحدى هاتين المجموعتين. أسفل، حسناً. الآن عندما أوزع البطاقات ستخبرينني في أي مكان هناك بطاقتك. حسناً. في أي مكان توجد؟ أعلم، هل أريك؟ أجل، أريني هنا. حسنا، لن نحتاج لهذه البطاقات الآن. بضع ثواني وسأخمن بطاقتك. الجميع جاهز؟ أجل. هذه هي؟ لا. تيمور. أجل تيمور، الخدعة لم تنجح، لا بأس. هيا فتيات بوني، أنتم التاليات. تيمور، أرينا هذه الخدعة مجددا. نحن مهتمات. توقفوا عن السخرية، هذه الخدعة دائما تنجح معي. فقط جيجي ساحرة. شباب، فتيات بوني لديهم كثير من المواهب، لكن اليوم سنريكم واحدة. سنعرض لكم رقصة حصلت على مليون مشاهدة على التيك توك. هل الجميع جاهز؟ أجل. هيا. التالي لاعبات السلة. فتيات، ماذا تنتظرون؟
أي موهبة ستريها لنا؟ تعال خذ الهاتف وشغل الموسيقى. أوكي. واحد، اثنان، ثلاثة. والتانيين الذين سيرون موهبتهم القطط. قطط أروني مهاراتكم. سأخبركم هذا فظيع. مياو. أنا ليدي وقطة، ماذا ستقولون؟ نانا نانا، لكن نحن لا نهتم. أنا ليدي وقطة، ماذا ستقولون؟ نانا نانا، لكن نحن لا نهتم. أنا لست مثلكم، نحتفل من الليل إلى الصباح. نحن القطط وصديقاتها، تذكري هذه عزيزتي. تعالي يبدو أن الفتيات قاموا بريميكس لأغنيتك. أجل الريميكس. فتيات دعوهم يغنون، إنه يوم المواهب. أحسنتم قطط، التالي هو معلم مايك. أيمكنني أن أكون التالية؟ لكن أحتاج مساعدة، وستكون أشلي. حسناً، غصن فاسد وقع على شجرتنا القوية. أجل، سنريهم أننا أفضل من دونها. أجل، أصبحت تغضبني مؤخراً. الآن سأحاول أشلي بهذا المكياج. هل الجميع جاهز؟ أجل. هيا جيجي هيا، اجعليها خضراء مثل الضفدعة. أشلي الضفدعة خضراء. أصمت، لن تتعرف عليها بعد أن أنتهي. اصبري، ربما ستتألمين لكنك ستكونين جميلة. ماذا تقصد بتتألم؟ حسناً معلم مايك، مكونات المكياج أحياناً يمكن أن تؤلم. حسناً، القاعدة جاهزة. الآن لنعمل على الأعين. لا أحسدك يا أشلي، جيجي تتدرب علي كل يوم. ماذا؟ إنها تناديني بالبطريق الملكي. معلم مايك، هل نوقف هذا؟ هذا لا يرتبط بموضوع مسابقتنا. ستيلا، جميع الطلاب يظهرون مواهبهم، دعي جيجي تفعل. جيجي، نحن نشجعك. ارسمي فيلم أشلي. جيجي، إلى متى يجب أن ننتظر؟ متى سنرى النتائج؟ جيجي، هل تضعين لها المكياج أم تطعميها للنوم؟ غير مضحك، أحيانا تستخدم فرشاة على فمي. شباب، انتهيت. أحسنتي جيجي. ستيلا، أخبريني، ما رأيك؟ أنا لست معتاداً على هذا. جيجي اخترت درجة غير ناجحة. هل يمكن أن أضل الأخيرة؟ أنا لا، لم أستعد، كانت لدي خطط أخرى. الآن سأريكم موهبتي، ومساعدتي هي جيجي. التهيت، ماذا تفعل؟ جيجي غطت عيون أشلي. هل هذه خدعة آمنة؟ معلم مايك، لا تقلق، كل شيء تحت السيطرة. خدع عصابات العين دائما مخيفة. أجل، أتساءل ماذا ستفعل أشلي الآن؟ أنا أيضا أتساءل. ما الذي تخطط له؟ لما جيجي غطت عيونها؟ شباب، أشلي ستفشل حتما. أعرف كيف أحدد الأشياء باللمس. هذا الجلوس الذي استخدمته لي. حسنا، صحيح، وما هذا؟ هذه مرآتي. أوه، وهذه؟ أتساءل ما هذا؟ غالب المجد. وهذه، لا تستخدم اللمس. ماذا؟ تعلمين؟ حسناً، المسي، ستفهمين ما هذا. إنه عطر. أجل، إنه عطر. كيف تفعلين هذا؟ الآن هذا، هذا صديقي. حسناً، اصمتوا اصمتوا. هذه شجرة. معلم مايك، أرجوك أبعدها. شكراً. وهذه، إنها تفاحة. فكري مجدداً. ليمون،
جيد وما هذا؟ لحظة إذا ما هذا؟ إنه كرسي الأرنب. أجل رائع، وما هذا؟ أوه لا أعلم، مقلمة. ما هذا؟ إنه تونر. حسنا، وهذا؟ هاتف. أوه أشلي، إنه حذاء. يا إلهي، فتاتي جيجي تشارك في هذا الإحراج. هل حصلت كل شيء؟ أجل، يجب أن أشارك في المسابقة لأجل الأكاديمية. حسناً أشلي، سنرى ذلك. التاليين هم شباب البولدوكس. شباب، أي موهبة سترينا؟ أم أنكم لم تتدربوا بولدوكس؟ بيك يجب أن ترينا موهبتك. جيجي، أنا أشعر بالخجل. يجب أن تكون قوية. لا أفهم، هل هذه هي المواهب بولدوكس وبيج؟ شباب، يجب أن نختار الأكثر موهبة. خمسة دقائق وسنجهز. يجب أن نستعد. شباب، ما رأيكم أي موهبة سيرون البولدوكس؟ أظن أنها سيكون شيئاً هائلاً. اكتبوا في التعليقات أي موهبة تظنون أن الشباب سيعرضونها، وأيضاً اكتبوا في التعليقات موهبة من أحببتموها أكثر من أكاديمية باني. لا تنسوا هذا، دعوا إيجاباً واشتركوا في القناة وفعل الجرس وأيضاً يصدر حلقات جديدة. موهبة تيمون. أجل، أنا دائماً أنجح. هذا يحدث للجميع، لما تضخمون الأمور؟ وقت الدردشة جيجي، وقت الدردشة. ماذا؟ هل نلعب؟ لا أريد اللعب معك.